يدخل إخوة يوسف على أبيهم يعقوب: يا أبانا، لقد طلب الوزير أخانا بنيامين فأرسله معنا. قال يعقوب عليه السلام: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. يقول كعب الأحبار: والله ما قال يعقوب فالله خير حافظ إلا وقال الله وعزتي وجلالي لأأتين بابنيك كليهما. استودع الله حاجاتك فالله خير حافظ.